بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحياك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك وألحد في آياتك وعاد يا أولياءك ووال يا أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابك ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأبادا أنصاره وقتل أطفاله وأخليا منبره من وصيه وورثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في صغر وما أدراك ما صغر لا تبغي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتى وحق أخفى ومنبر على ومنافق ولى ومؤمن أرجى وولي آذى وطريد آوى وصادق طرد وكافر نصر وإمام قهر وفرض غير وأثر أنكر وشر أضمر ودم أراغ وخبر بدل وحكم قلب وكفر أبدع وكذب دلس وإرث غصب وفيء اقتطع وسحت أكلوا وخمس استحلوا.
وباطل أسسوا وجور بسطوا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وعهد غزوا وحلال حرموا وحرام حللوا ونفاق نسروا وقدر أضمروا وبطن فتقوا وظل كسروا وسك مزقوا وشل بددوا وذليل عزوا وعزيز أذلوا وحق منعوا وإمام خالفوا اللهم لعنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عتلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعغبة ارتقوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وأمانة خانوها اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاد لعدده يغدو أوله ولا يروح آخره له ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار
آمين يا ربنا.